عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة إعادة تدوير الخياطة، وفيديو جديد النهاردة خاص بمتابعة ليا اسمها أم شهد، إنها اشكر الله اشكر الله كانت بتسأل إزاي نعمل بنطلون المواليد. النهاردة هنعمله مع بعض بحجر مرتاح وواسع ودوران كفاية قوي علشان الأطفال الرضع. نبتدي على بركة الله. دي القماشة بتاعتي. دي كانت بطانة بس يعني انا عاملاها بس عشان التمرين. هقول لكم هي كام بالظبط. تقريبا نص متر. بنطبقها مرة كمان اهو مع بعض. المنطقة دي متنية على مرتين اهو، شايفين اهو. باخد كده برضو قد ايه 15 سنتي 15 سنتي تمام، وافضل طالعه بالشكل ده اهو، والف ايدي عشان اعمل الدوران. ولازم يكون كبير، لازم يكون كبير علشان الرضع، واعمل مسافه للبامبرز ولراحه الطفل الرضيع، خاصة الشتاء داخل فلازم نلبس الطفل اكتر من حاجة فوق بعض، لازم تكون المساحة كافية ومناسبة وكويسة في نفس الوقت. تمام، شايفين انا عملت ايه؟ دوران واسع شوية. تمام، طيب باجي بقى بالشكل ده اهو. الجزء ده عندي مهم انه يكون عريض علشان خاطر راحة الطفل اهو. 20 سنتي 20 سنتي. انا بس بساوي عندي نصيحة بس حابة اقولها، لما تشتري مقص حاولي لما يجي معاد انك تسني المقص ما تسنهوش عند اي حد، لازم توديه عند الشخص اللي بيبيع الابر والمقصات علشان هو اللي هيسنه بطريقة مناسبة عشان ما يحصلش شوشبة في المقص ويبوظ منك، فلازم هو اللي يسن لك المقص. ده كده شكل البنطلون بتاعي اهو. ومشاهدي من الناس اللي بيتابعوني دايما على الفيسبوك ومن اوائل الناس اللي دعموني زي ما انتوا شايفين. ده كده شكل البنطلون. لو عايزه تكتبي معايا مقاسات اهو، طول البنطلون 49 سنتي، عرض الرجل من تحت 15 سنتي، الحرده بتاعتك من اول هنا لهنا 20 سنتي، الداخلي بتاعك اهو 23 سنتي. تمام، اكتبي المقاسات دي وامشي مع الفيديو علشان تعرفي تعمليها. بنطلونات الرضع بتناسبة قوي انها تكون مشروع كويس قوي، تقدري تسوقيه عن طريق انك تديها هدايا للجيران او الاصحاب او الاصدقاء، وهيعرفوكي بعد كده وهيبتدوا يتعاملوا معاكي، وان شاء الله ربنا يوفق ويرزق الجميع. هنخيط مع بعض. طيب معايا كل جزء من البنطلون بخيط، بس الرجل اهي بخيط بس الجزء ده الاول اهو، ونفس الحكاية في الرجل التانية. وطبعا الكلام ده وانتي قلبة القماش اهو شكل ده. في خطوة نعملها الاول ان احنا نتني رجل البنطلون، وانا عاملة لون مختلف علشان الخياطة توضح وتظهر قدامك اهو. لكن طبعا لو حبيتي تعملي الموضوع ده يفضل الالوان تكون متداخلة، او على الاقل الفواتح تكون باللون الابيض والغوامق تكون باللون الاسود. ده على الاقل يعني لو مش حابه انك يكون عندك كذا لون من الخيوط اهو، شايفه اهو. ده من الاقمشه الصعبه على المكن، ولكن في بعض المكن زي ما انا قلت بيمشي على كل القماش. ولو واجهتك اهو شايفين، لازم اشد واخد بالي لو واجهتك الصعوبه في خياطة النوع ده من القماش، استخدمي السولوتيب او البلاستر
بناخد الجزء ده كده زي ما قلت لكم القماشه دي للتمرين مش اكتر عشان تعرفي بس الطريقه. بناخد الدوران ده كده انا حابه اني اطمن كل المتابعين عليا. الحمد لله الامور بخير الحمد لله، ربنا ييسر لكل عباد يا رب ويرزقنا الصبر. طيب هنعمل نفس الكلام ده في نفس الرجل الثانيه، برضو لازم نقلب القماش نتني الثانيه اللي اتفقنا عليها. خطوة ابدأي ما تخافيش ابدا، مش لازم تبدأي بقماش جديد من اول مرة وتتعقدي، استخدمي كل القماش اللي انت مش محتاجاه في البيت. ركزوا معايا اوي في الخطوة الجاية اهو، تمام شايفين اول طرف مع اول طرف بالشكل ده واخيطهم مع بعض. قرب يا عبد الرحمن هنا اهو، هنا نقطة الالتقاء هتلاقوا الخياطة جاية مع بعض اهو. حطي بلاستر على مشط الابره زي ما اتفقنا لو حسيتي باي صعوبه في الخياطه. بخيط باقي الجزء بتاعي ده كده، البنطلون اهو شايفين ده الدوران اللي المفروض يكون عليه دوران كبير، ده لازم يكون كبير بالشكل ده عشان يريح الطفل اهو. الاطفال في السن ده او الرضع مفيش حاجه اسمها الخلف اكبر من الامام و 2 سنتي لا يا جماعه البنطلونات ديت لا، الاطفال الصغيرين لسه بدري قوي علشان نعمل لهم المقاسات دي، هو بيتقص دايما انا وريتكم بالظبط في الفيديو. هنركب دلوقتي الاستيك اللي هو سهل جدا، الاستيك اهو لا هقول لك طول ولا هقول لك عرض، هقول لك ازاي نركبه وازاي تشوفي هو مظبوط ولا لا. بناخد الجزء ده كده وبنطبق مرتين وبنثبت الجزء ده تمام. خلاص انا هنا الاستك ثبت، برضو بطبق مرتين ومش بمشي على الاستك خالص، لا في مسافه علشان اقدر اشد الاستك اهو. لو مشيت على الاستك انا مش هعرف اشده زي ما انتوا شايفين اهو، ايدي بتساوي اول باول. طبعا لازم الخيوط دي تتقص، عودي نفسك وايدك الفينش بتاعك يكون دايما حلو. بعتذر لو الصوت مش واضح، مش عارفه التليفون جراله ايه، لكن هنشوف العطل ده هصلحه في اقرب وقت، بس انا محبتش اتاخر عليكم في الفيديو اهو. قبل ما اوصل للنهايه الاستيك اهو لازم اسيب جزء مفتوح واخرج شيل الخيوط. طيب انا خلاص ركبت الاستك ماسكه البنطلون اهو، بشد 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 وزع الاستك كويس قوي على البنطلون
كده انا شايفاه كويس قوي وهيكون مريح على وسط الطرف. خلاص ده كله عندي زياده، بشيل الجزء الزياده اهو وبرجع اثبته تاني بخياطه اهو. ده شكل البنطلون اهو، مريح جدا 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 بسبب ان انا كبرت الجزء ده، حردت بدوران عالي شويه زياده شويه، ده مطلوب علشان لراحه الاطفال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم خاصه المشاهد، اتمنى اكون قدرت افيدك يا مشاهد. ما تنسوش المتابعه واللايك والشير، وكمان لو سمحتوا الاشتراك فضلا وليس امرا. بشكركم للمره الثانيه على اهتمامكم باموري، اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.